يقول لي أحدهم: يا شيخ، كنت أضحك على البنات وكلم بنات ورقم بنات وأضحك عليهم 10-20 وأطلعهم نشرب كابتشينو موكا ثم ألف في مكان وأسرق عرضها حتى تزوجت. ما تزوجت ولا واحدة، لأن أنا كذاب. كل يدعي أنه سيتزوج عبر الخيانة كاذب. قال: فابتلاني الله بعد الزواج بالوسواس، تزوجت 6 مرات عفيفات ويذبحني الشك أنها تخونني، فطلقتهن جميعا. وأنا اليوم أعيش واحد تائب لكن في عذاب، عذبني الله. ولذلك كل من دعا امرأة وكلمها خارج حدود الزوجية وخارج حدود معرفة أهلها ودغدغ مشاعرها وأفرغ عليها العواطف الكاذبة والهدايا الخائنة، وكل ذلك ليذوق ما ذاق، ويل لك، يعذبك الله في الدنيا قبل الآخرة.